صلى الله عليك يا شيخ. نعم. التثويب في أذان صلاة الفجر يكون في الأول أو الثاني؟ التثويب؟ أي نعم. يعني قصدك في الإقامة أو في الأذان؟ في الأذان. ما في أول ولا ثاني؟ ما في أذان أول الفجر يا رجل. صلاة الفجر. ما في أذان أول الفجر بارك الله فيك. اللي أي نعم. اللي قبل يا شيخ. اللي قبل الفجر. سم. الذي قبل الفجر. أيه. هذا ليس أذان الفجر. فإن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أيه. لم يقل يؤذن بليل ليخبركم بالفجر. والأذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فلنؤذن لكم أحدكم. فالأذان الأول الذي يسمى أولا هو في الحقيقة ليس للفجر، لكنه لمن يريد أن يقوم في الليل. والتثويب الذي هو قول الصلاة خير من النوم إنما يشرع في أذان الفجر الذي هو الأذان بعد طلوع الفجر. وما ورد في من الحديث إذا أذنت الأول لصلاة الفجر فالمراد بالأذان المراد به نعم المراد بالأذان بعد طلوع الفجر، لكن سمي أولا بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. نعم. وكذلك أيضا كما جاء في حديث ابن عمر أظن أنه سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر فقال كان يصلي ركعتين بعد أذان الفجر كأن الأذان بين أذنيه. قال العلماء المراد بالأذان هنا الإقامة، يعني كأنه يقيم، بمعنى أنه يسرع في سنة الفجر، لأن السنة في سنة الفجر أن تخففها. فالمهم يا أخي أن التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم إنما يكون في الأذان الذي بعد طلوع الفجر. اللي يفعل بالحرم شيء؟ الحرم شيء يفعل به في هذا ليلة شيء؟ وين هو فيه؟ في الحرم للفجر؟ اي نعم. ما في هذا ليلة قبل يعني قبل الوقت أذان عقب لا هذا مو للفجر، هذا لإرجاع القائم وإيقاظ النائم. ويوجد أيضا في غير الحرم، حتى مثلا عندنا هنا في عنيزة يؤذن قبل الفجر، أحد يؤذن قبل الفجر ساعة واحد نص ساعة حسب. نعم. المهم أن ما كان قبل دخول الوقت فليس أذانا للصلاة، خذ هذه قاعدة.